في حكايه كنا قبل ما نخش على الهواء قلت لي هكلمك عنها، وكانت حكايه مثيره للاهتمام. يعني انت قلت لي ان انت عامل مقارنه ما بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح. اوكي، ايه بقى تفاصيلها دي؟ هما متشابهين في حاجات ومختلفين في حاجات. يعني احنا كلنا بنتمنى ابهى صوره للكابتن محمد طبعًا صلاح، طبعا وده صورتنا المشرفه بره. في فرق بينهم في حاجات بسيطه قوي، او على الرغم على العلم التام ان كلوب شخصيا يعني صرح قبل كده قال صلاح نفسه ما بينقارنش نفسه بميسي، يعني هو ما هو شاغل باله بالامر ده خالص. محمد صلاح ده على المستوى الفني، اما على المستوى العضلي والبدني احنا لو جينا بصينا مثلا للكابتن محمد صلاح هتلاقي طوله 1.74 او 1.75، وزنه 71 كيلو. هتبص على ميسي هتلاقيه 1.69 و67 وزن. اوكي، الاثنين يا استاذ كريم بيلعبوا من النقطه رقم 13 اللي هي النقطه اللي احنا لسه محددينها دلوقتي في الصوره. اوكي، صلاح في اربع مزايا بمجرد الكره ما تيجي فيه في رجليه. صلاح سرعته عاليه قوي بالكره 35-21 كيلو متر في الساعه، ميسي 32-50 كيلو متر في الساعه، يعني في فرق كبير ما بينهم وبين بعضهم. تمام، يعني دول السبعه. اوكي، الثمانيه هي اللي هناك عند الكورنر. صلاح بيبدا من 13 بعد خط النص على طول ب 11 متر 91 سم. هايل، دي النقطه المفضله قوي لستارت صلاح. هايل. اوكي، هايل. صلاح شخصيا لما بيدخل بيدخل بقطر دايره واسعه. اوكي، فعشان كده دايما كور صلاح من الاتجاه ده بتروح في مين؟ الجون. صح صح، بس ما يلاحظ على الكابتن محمد صلاح في المنطقه دي، ميسي اكثر دقا في وضع الكور الثابته والكور المتحركه من المكان ده من قدام المنطقه لسببين. ميسي عنده عضلتين موجودين في الناس كلها، البلانتارس دي تحت الجاستر الكيماس ماسلز، بس دي تخص الدقه في التصويب، فهي دايما بتبقى صعبه على الجول بسبب الزاويه اللي هي رايحه فيها. اوكي، لكن الكابتن محمد صلاح بيتفوق في ثلاث نقاط اساسيه. رقم واحد، عزم القصور الذاتي بتاع الركبه عالي جدا، بسم الله ما شاء الله. الكي تي 1000 بتاع ثبات الرباط الصليبي عنده يعدي 752 نيوتن على المتر، يعني احنا نتمنى له السلامه يا رب ويحفظه ربنا سبحانه وتعالى من اي اصابه. الفرق الوحيد ما بينهم اللي واضح خلال الايام دي كلها هو البرمجه العصبيه. ميسي بيقدر يعمل سكان للملعب كله، وده اللي كان بيقول عليه الكابتن ابو تريكه في الكوره بتاعت منتخب هولندا في كاس العالم الاخيره، هو شاف مولينا ازاي. هو بيقدر يكون صوره للملعب وتراك كامل للناس خلال 9 دقائق. كابتن صلاح عنده المرحله دي عند 12 13 دقيقه.